لانسيان شنا كيفاش نيس في الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجوله الاولى شنا كيفاش امين قويري هذا اللاعب لعاب الكبير لعاب اللي عنده موهبه كبيره ويسجل هدفين سجل هدف في الشوط الاول في الدقيقه 23 الشوط الثاني في الدقيقه 75 يعني كانت امام لانسي شنا كيفاش جابرييل كاكوتو اللي سجل هدف عن طريق ضربه جزاء وين في الدقيقه 11 وين نقولوا نيس كان منهزم في الدقيقة 11 لكن أمير قويري وين أدى مباراة كبيرة مباراة يعني ينبه بموسم كبير في هذه البطولة شنا كيما جاناتي شنا حسن كامارا شنا موراجان شنا بيرات شنا إليك شنا كيفاش كاسبير شنا أمير قويري شنا باتريك يعني نقولوا بلي كانت المباراة مباراة كانت قوية أمام لانسي شنا كيفاش جون لويس شنا كيفاش جورسان شنا كليمانت شنا بيناك شنا شيخ دوكاري اسماعيل بورا شنا كيفاش جابرييل كوكاتا شنا كيفاش فارون شنا كيفاش نقولوا بلي توني شنا سيمون شنا يعني كانت المباراه قويه مباراه اللي شاهدنا فيها ثلاث اهداف هدفين نيس هدف لانسي شنا كيفاش باتريك فيرا المدرب تاع نيس اللي دخل بخطه 4-3-3 فارنيك هاريس المدرب تاع لانسي اللي دخل بخطه 3-4-1-2 يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراه قويه شاهدنا كيفاش الشوط الاول وين التعديل من امين قويري في الدقيقه 23 شاهدنا بعد التحركات تاع المهاجم اللي لعب بقوه مهاجم اللي قدم مباراه كبيره شاهدنا كيفاش في الدقيقه نقولوا الدقيقه 75 وين سجل هدف امير قويري وين سجل هدفين وين نقولوا باللي راه احسن هدافين في الجوله الاولى احسن هدافين في الجوله الاولى شاهدنا كيفاش نيس 56% نسبه استحواذ 44% لانسي شاهدنا كيفاش التحركات تاع اللاعب امير قويري وين قدم مباراه كبيره مباراه شيقه هذه هي المباراه اللي انتهت لصالح نيس هدفين نيس لانسي هدف في الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجولة الأولى سعيد.